بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم نستكمل السلسلة التي بدأناها فيما يتعلق بالسايز وكلودز حسب الكود الأمريكي ASCE. اليوم موضوعنا كيف أنا أحدد السايت كلاس للمشروع اللي أنا بدي أصممه. طبعا قبل ما نبدأ في هذا الموضوع، بس في توضيح أكثر. أنت لما بدك تدخل قيم الأسب S والأسب 1 في برنامج الإيتاب، انت بتدخلهم كما هم من الخرائط الزلزالية او من اللوكال اوثوريتي اللي انت بتصمم لها، لكن بمجرد ما انت بتعرف السايت كلاس سواء كان A B C D E F، فعليا انت كأنك عملت adjusting لهذا القيم بناء على السايت كلاس من خلال الاف سب A والاف سب B. يعني هاي القيم بتدخل كما هي، انت ما بتعدل عليها، لكن البرنامج اوتوماتيكلي بيعدل عليها بمجرد ما انك انت بتعرف السايت كلاس. طيب الامر المهم اللي هو موضوعنا لليوم، كيف احنا نحدد السايت كلاس للمشروع اللي عندنا. هسه احنا بنعرف انه في تاثير لقوه طبقات التربه على الامبليتيود ل السايزميك ويفز. يعني لاحظ مثلا الامبليتيود قليل في مناطق السوليد او البيدروك في المناطق الصخريه مقارنه في المناطق اللي فيها سيدمنت او سوفت سويل، يعني المناطق اللي فيها ضعف في التربه او الطبقات الضعيفه، بصير في عندي انا زياده في الامبليتيود للسايزميك ويفز مقارنه بالمناطق الصخريه. طبعا هذا الاشي هون ممكن يعمل لي هازارد اللي هو مخاطر معينه. الهازارد معناها مخاطر، مثلا مثل الامبليفيكيشن للبيز شير، ومثلا ممكن يسبب لك ليكويفيكيشن. ليكويفيكيشن من الامور صراحه الخطر جدا انها تحصل في المشروع بسبب الزلازل. طبعا في المناطق الصخريه ممكن يكون في عندك انت لاند سلايد بوتنشال، يكون في عندك انت انزلاقات في الطبقات اللي موجوده هون. في عندك مناطق بيحصل فيها مد فلو، في مناطق بصير فيها سلايدنج لكل المنطقه، وهذا الاشي حصل. المناطق مثلا الساحليه او اللي بتكون ساتوريتد ساند اند مود، برضه لاحظ في عندي انا زياده في الامبليتيود في الشير للسايزميك ويف. فمهم جدا نعرف انه في تاثير على قوه الزلزال او شده تاثير الزلزال من خلال قوه طبقات التربه، وهذا الاشي اللي الكود بيتعامل معاه من خلال تصنيف الطبقات الى سايت كلاس A و B و C و D و F، حتى نعرف احنا كم الامبليفيكيشن اللي ممكن يحصل في الريسبونس بسبب تاثير التربه. طبعا هسه انت بدك تعرف شغله، لما انت بدك تصنف السايت اللي عندك الى سايت كلاس A B C D ايا كان، هذا الاشي لا يمنع البوتنشال هازارد. يعني هذا الاشي ما بيمنع وجود ليكوفيكيشن، ما بيمنع تسونامي، ما بيمنع اللاند سلايدنج، ما بيمنع المد فلوز. هاي الاشياء محتاجة تعمل لها هازارد اسسمنت خاصة حتى تعمل ميتيجيت للريسك، يعني انك تقلل من شدة مخاطرها. يعني مثلا انت عندك منطقة فيها ليكوفيكيشن، ممكن تعمل سويل امبروفمنت مثلا، ممكن تحاول توصل للطبقات التربة الصلبة. طب لو انت في عندك تسونامي، ممكن تعمل اعادة تخطيط للمنطقة اصلا حتى تتجنب المناطق اللي فيها هاي بوتنشال ريسك من التسونامي، او مثلا ممكن تعمل خطة ايفاكيويشن، خطة اخلاء وتوعية للسكان. فلازم يكون في عندنا شيء نسميه احنا هازارد ميتيجيشن ميجرز، وهذا المصطلح موجود في الكومنتري للكود الامريكي. طبعا للأسف معظم المصطلحات بتكون عمومية وبتعتمد طبعا على دراسات خاصة حتى نخفف من حدة مخاطر هذه الأمور. لكن أنا المعلومة اللي حابب أوصلها إنه السايت كلاس اللي موجود في الكود أو حتى السايت كلاس بروسيجر اللي موصف في الكود، أنا بعتبره جايد فقط. يعني هي عبارة عن خطوات، لكن أنت في بعض المناطق صعب إنك تراهن عليها ولازم يكون في دراسات خاصة. طبعا هذا عباره عن الطبقات سايت كلاس A، الطبقات الاقوى الهارد روك، والاف هي الاضعف فيري سوفت سويل. طبعا اذا انت بتصنف السايت كلاس على انه اف، قد يتطلب دراسات خاصه بنسميها سايت ريسبونس اناليسيس. هذا الشيء مهم جدا خاصه في سايت كلاس اف. طيب تيبل في تيبل 20.3، هذا في شابتر 20،
الكود اعطاك السايت كلاسز الرئيسيه اللي في الكود، وايش الطرق اللي انا من خلالها بصنف السايت كلاس اللي عندي. هون الطريقه الاولى اللي هي شير ويفز ميجرز، الطريقه الثانيه الستاندرد بنتريشن تيست او ستاندرد بنتريشن تيست للكوهيجن للسويل. وهون في عندك انت من خلال الاندرين شير سترينث ميجرز، هذول الثلاث طرق الاساسيه اللي الكود شارحهم او معطي عليهم بروفيجنز لتصنيف السايت كلاس. طبعا لاحظ انه الطريقه حتى اللي بفضلها الكود في تصنيف السايت كلاس هي عباره عن الشير ويفز ميجرز. يعني لاحظ مثلا في الستاندرد بنتريشن تيست لسايت كلاس اي او بي نوت ابليكابل. شو المقصود بنوت ابليكابل؟ يعني الكود غير معترف بشكل غير مباشر بهذه الطرق في التاكد من انه التصنيف اي او بي. لو انت تتاكد انه التصنيف عندك اي او بي روح مباشره الى شير ويفز ميجرمنتس او ميجرز. طيب احنا تكلمنا سابقا لو انت حددت الموقع سايت كلاس بي، لو لا لو ذاكرين احنا حكينا بي وذ ميجر اور بي وذاوت ميجرز. ايش كان الفرق بيناتهم؟ انه اذا كان وذاوت زي انك مثلا انك تكون عارف انه سايت كلاس بي من خلال النفي انه ما يتحقق الاف ولا الاي ولا الدي ولا السي، فبالتالي انا بروح على سايت كلاس بي، او باستخدام كورليشنز طرق تقريبيه بالاس بي تي واللي الكود اصلا هنا كاتب لك انها مش ابليكابل وتبين انه سايت كلاس بي. بهاي الحاله الاف سب اي والاف سب في اللي هم الفاكتور اللي احنا بنستخدمهم لايجاد البيز شير ديماند كانوا نقطه القيمه بواحد، في حين لو انت عملت شير ويفز ميجرز انت كانت القيمه اقل، كانت 0.9 و 0.8 والى اخره. فهذا من الاشياء اللي انت ممكن تستفيد منها في الانجينيرنج فاليو في المشروع، لانه الفاكتورز هاي طبعا بتفرق في الديماند المطلوب للمنشأ. طبعا لاحظوا هنا سايت كلاس اف ايش مكتوب هون في الكود، سويلز ريكويرينج سايت ريسبونس اناليسيس، يعني الكود بحذر وبشدد من هذا السايت كلاس وبيطلب له دراسات خاصه الا في بعض الاستثناءات، وحاط لك انه هذا الشيء موجود في سكشن 21.1. طبعا انا دائما بنصح الزملاء انه اي شيء بيتعلموه او بيسمعوه يرجع للاصل في الكود ويحاولوا يقراوا البروفيجنز والكومنتري. طيب طبعا الكود بحكي لك انه لما انت بدك تصنف او بدك توجد سايت كلاس في المشروع اللي انت بتصممه لازم تدرس 30 متر عمق في السايت بروفايل. يعني ما بينفع انك انت تدرس اول 8 متر او 10 متر وتحكي السايت كلاس اللي عندي ايه. بهاي الحاله انت ممكن يعتبر مشروعك يخضع ضمن الانون سويلز، فبالتالي باي ديفولت سايت كلاس دي، لانه لاحظوا ايش مكتوب، For unknown soil properties, assume site class D unless site class E or F soils are determined to be present. يعني انت اذا ما درست البروفايل خلال ال 30 متر بهاي الحاله يعتبر عندك التربه انت مجهوله، فبالتالي الديفولت هو site class D. وطبعا انت جرب احسب البيز شير ديماند او حتى requirements بناء على site class D مقارنه في site class بي او سي، طبعا حيكون في عندك فرق. طبعا ممكن انت تستخدم اللي هو الخريطه الجيولوجيه المعروفه عن تلك المنطقه في تصنيف السايد كلاس، لكن انا بعتبر هذا البند هو بند ضبابي ولا يمكن المراهنه عليه، فبالتالي يفضل الالتزام بالابر 30 متر لتصنيف السايد بروفايل. مشان هيك انتبهوا انتم من تقرير التربه اللي بيكون حاكي لك وبناء على بورهول قدرها مثلا 15 متر عمق داخل الارض تم تصنيف المنطقه على سايد كلاس بي، وبكون طبعا عامل اس بي تي تيست، واللي اصلا الكود بيحكي لك انه الاس بي تي نوت ابليكابل لتصنيف السايت كلاس بي، وانت لازم تعمل شير ويفز ميجرز، اذروايز انت بدك تعمل سكيل اب للاف سب اي والاف سب في. طيب انا هون وجهت سؤال للاي اس سي اي من خلال الايميل انه ال 30 متر اللي احنا بنقيسهم هل هم من سطح الارض ام من تحت القاعده؟ طبعا كانت الإجابة، طبعا هذا إجابة من أحد الأعضاء، هي مش إجابة كود، لأن الكود هي عبارة عن سب كوميتيز، يعني أكثر من جهة مساهمة في الكود. أنا ما بقدر أحكي الكود جاوبونا بهذا الشكل، لكن أحد الأشخاص المعروفين
مستر رونالد كان له إجابة، أنا صراحة مقتنع في إجابته، إنه الكود الإنتنت تبع الكود في تعريف ال 30 متر تبتدي من سطح الأرض، يعني هي الكود بالنهاية بيحكي لك 30 متر من سطح الأرض ما في مشكلة إنك أنت تدرس السايت كلاس، لكن بحكي لك إنه في التول بيلدينجز هذا ككومن براكتس، وبحكي ككومن براكتس مش ككود بروفيجن، لو انت في عندك بيلدينج وفيها سيفرال بيزمنتس، يعني انت بتحكي عن ثلاثة او اربعة بيزمنت تحت الارض بعمق 15 16 متر 20 متر، فانت بهاي الحالة لما بتدرس ال 30 متر من وجه الارض انت فعليا عندك امبيدمنت للتول بيلدينج هذه داخل الارض انت اهملتها. ليش؟ لانه انتقال او الافكت للجراوند موشنز، الافكت للزلزال لما بينتقل للمنشأ برضه بينتقل من خلال جدران البيسمنت وما بينتقل فقط من وجه سطح الارض، فبالتالي هو بيحكي انه بهاي الحاله ممكن احنا ناخذ نصف عمق البيسمنت من كريفرنس لاين ونبتدي من خلاله قياس ال 30 متر، يعني مثلا لو افترضنا انه انا هون في عندي بيسمنت مرتكزه على ديب فاونديشن ممكن اشوف نصف العمق للبيسمنت ومن خلال الميد هايت هذا او الميد ديبس انزل ال 30 متر اللي وصف ليهم الكود، لكن الكود فعليا هو بيتكلم عن 30 متر من وجه الارض. طب هل في شيء في الكومنتري؟ طبعا في شيء في الكومنتري، بيحكي لك الكود انه لو انت عندك ستراكشر وهذا الستراكشر كان على شلو على شلو فاونديشن مثلا مثل السبريد فوتينجز او حتى كان عندك انت بيزمنتس مثلا، بهاي الحاله الريزونبل انك انت تاخذ السايت كلاسيفيكيشن بناء على 30 متر من وجه الارض من الجراوند سيرفيس، لكن بحكي لك لو انت في عندك منشأ وفي سيفرال بيزمنتس تحت هذا المنشأ وهذا المنشأ ريستد على مثلا راف فوتينج او ريستد على ديب فاونديشن وهذا المنشأ كان ريستد على سوفت سويل وبعد السوفت سويل هاي في عندك روك طبقة صخرية، بهاي الحالة انت ممكن تاخذ 30 متر تحت القاعدة تحت القاعدة اذا اثبتت انه السوفت سويل ما لها تاثير على الريسبونس للستركتشر، يعني كانه هون الكود بيوتشك على السويل ستركتشر انتراكشن، طبعا هذا مش الكل صراحه بيعمله، فبالتالي انا شايف انه ريزونبل ومعقول انه يتم اخذ نصف الدبس اذا كان في عندي انا فعلا سيفرال بيزمنتس، بنتكلم عن عده بيزمنتس تحت مستوى سطح الارض. طيب هذا عبارة عن فلو تشارت من خلاله انت ممكن تعرف آلية ايجاد السايت كلاس للمشروع اللي انت بتشتغله. طبعا انا بعتبر انه السايت كلاس اللي بيعطيك الكود هو عبارة عن جايد، ويفضل طبعا يكون في عندك جهات مختصة في الجيوتكنيكال انفستيجيشن، هذا الاشي مهم جدا، فالخطوات اللي انت هتسمعها الان الكود نفسه في الكومنتري كاتب لك انه لابد من وجود انجينيرنج جادجمنت، لازم يكون في خبره ولازم يكون في قرار من المهندس، فبالتالي احنا بنتكلم هون عن جيوتكنيكال انفستيجيشن. طبعا اول شيء انت جاذرينج داتا، بتجمع الداتا من السايت بروفايل الموجود في المشروع، سواء حكينا اندرين شير سترينث او من خلال قياس الاس بي تي او من خلال الشير ويفز. بعد هيك بحكي لك الفلو تشارت هذا، شوف الكرايتيريا اللي موجودة لسايت كلاس اف، هل الكرايتيريا بتتحقق؟ اذا انا فعلا سايت كلاس اف. طب لو ما تحققت برجع بشيك الكرايتيريا لسايت كلاس اي، لو تحققت تمام، لو ما تحققت يبقى انا لا سايت كلاس اف ولا سايت كلاس اي. بهاي الحالة ايش بحكي لك؟ لو انت والله استخدمت شير ويف ميجرز عندك ممكن يكون سايت كلاس اي او بي سي او دي وحتى ممكن يكون اي لو انت بتتكلم عن الشير ويفز هون. طيب لكن لو انت ما استخدمت الشير ويفز، استخدمت الستاندرد بنتريشن تيست او الاندرين شير سترينكس، بهاي الحاله الفلو تشارت وجهك اما سي دي او اي، يعني ما دخل في الاي او بي على فرض انه الكود في تيبل اللي هو 20 3-1 حكى لك انه الـ SPT already not applicable والـ Undrained Shear Strength برضو not applicable. طيب لو افترضنا انه احنا عملنا Shear Wave بهاي الحالة، هل انت الـ Site Class اللي عندك بينطبق على Site Class A او B؟
الكرايتيريا. لو ما انطبقوا بهاي الحاله بتروح بتشيك سايت كلاس سي او دي او اي او كرايتيريا. فكل سايت كلاس له كرايتيريا موجود في الكود، لو انطبقت انت فعليا بتصنف الموقع بناء على اللي انطبق عليه الشروط، لكن امشي بهذا الترتيب حتى ما تتلخبط. طيب بالنسبه للسايت ريسبونس اناليسيس، احنا سمعنا اذا كان في عندنا احنا التصنيف سايت كلاس اف، الكود طلب منك عمل سايت ريسبونس اناليسيس. طب شو الفكره؟ بكل بساطه ان احنا لما بنتكلم سايت ريسبونس اناليسيس، انا بدي اوجد التاثير التربه على الزلزال، وهذا بالتالي او على الشير على السايزميك ويفز، وهذا الاشي بينعكس على الريسبونس سبيكتروم. هسه احنا لما بنصمم مثلا بنعمل بيلت ل اللي هو ريسبونس سبيكتروم، وهذا احنا بنسميه كود بيست ريسبونس سبيكتروم، يعني ريسبونس سبيكتروم بناء على طريقه الكود في تعريفه. طيب الريسبونس سبيكتروم هذا اللي عندي انا بكون حاسبه بناء على الاف اي والاف بي اللي هم الفاكتورز اللي اعطاني اياهم الكود في شابتر 11.4.1، شابتر 11 سكشن 4 بروفيجن رقم 1، وبرضه 11.4.2 اللي تكلمنا عنهم احنا في الموضوع السابق. هذا احنا بنسميه الكود بيست. لكن السايت ريسبونس اناليسيس بيعطيني ريسبونس اناليسيس ريسبونس سبيكتروم اخر بناء على خصائص التربه في ذلك الموقع. فبالتالي احنا شو اللي بنعمل؟ بنعمل نون لينير اناليسيس بناء على مالتيبل اكسلريشنز تايم هيستوري، يعني بندرس كذا اكسلريشن لا باست ريكوردز، وبرضه بندرس الدايناميك شير سترينث للسويل. وطبعا في برامج متخصصه مثل ديب سويل، في برنامج اسمه ديب سويل فيرجن 7 ممكن يتم استخدامه في دراسه السايت ريسبونس اناليسيس. طب شو الهدف من هذه الدراسه؟ الهدف انه انا ما بقدر استخدم الاف اي والاف في، انا بدي اوجد الامبليفيكيشن فاكتور فعليا اللي بتزود لي الشير البيس شير ديماند. يعني احنا لو ذاكرين في الموضوع السابق كان في عندي جداول لحساب الاف سب اي والاف سب في. هسه هون لما احكي لك انه سايت كلاس سي بتاخذها ب 1.5، انت هون كانك بطريقه غير مباشره بترفع من شده الزلزال بسبب تاثير التربه. يعني التربه ضعيفه فهي عملت امبليفيكيشن للسايزميك ويفز، فبالتالي انعكس هذا على الريسبونس للمنشا، واللي بناء عليه احنا بنوجد الريسبونس سبيكتروم الكود بيست ريسبونس سبيكتروم. لكن في حاله السايت ريسبونس اناليسيس لا، انت بتدرس خصائص الريسبونس سبيكتروم بناء على خصائص التربه نفسها اللي موجوده في ذلك الموقع. فبالتالي احنا بنعمل شير ويف ميجر للمنطقه، بنحسب الفي اس 30، بعد هيك بنعمل تايم هيستوري اناليسيس بناء على باست ريكوردز لايرثكويكس، وطبعا بناء حتى على ريتيرن بيريدز مختلفه. ممكن تدرس اللي هو مش احنا حكينا عن ثلاثه كاتيجوري من الزلازل اللي معتمدهم الكود من ناحيه البروبابيلتي اوف اكسيدنس 2% 10% و50%، هذول برضه ممكن من خلالهم حتى يتدخلهم في السايد ريسبونس اناليسيس. طب المحصله اوجدت الامبليفيكيشن فاكتورز اللي هم اللي احنا كنا نستعيد عنهم ب اف اي والاف بي. طيب بعد ما وجدت الامبليفيكيشن فاكتور برسم الريسبونس سبيكتروم بناء على السايت ريسبونس اناليسيس، وبقارنه بالكود ريسبونس سبيكتروم، بشوف هل فعلا انا لو صممت هذا المشروع بناء على الكود ريسبونس سبيكتروم انا بالسيف سايد، ولا حيكون في عندي اندر استيميشن للديماند. طبعا لاحظ هذا الخط هذا بيمثل الريسبونس سبيكتروم بناء على السايت ريسبونس اناليسيس، يعني انت رحت عملت ديب انفستيجيشن في المنطقه ودرستها وعملت السايت ريسبونس اناليسيس ورسمت الكود ريسبونس سبيكتروم اللي هو هذا. لاحظ انه ما بين بيريودز 0.15 الى 1.5 الريسبونس سبيكتروم اللي معطيك اياه الكود هو اندر استيميت، يعني مش كونزرفاتيف سوليوشن. اوكي في المناطق الاخرى كان اوفر استيميت ما في مشكله، لكن في عندي بعض البيريودز اللي فعلا الكود كان اندر استيميت، وهي صراحه من الاشياء اللي انت ممكن تستفيدها من عمل سايت ريسبونس اناليسيس، انك انت بتاخذ الريسبونس سبيكتروم اللي يعطيك اياه الكود والفعلي بناء على خصائص المنطقه
وبتقارنهم مع بعض بتشوف هل انت اندر استيميت اور اوفر استيميت. طيب فبالتالي ستيب رقم واحد في الفلوت شارت اللي احنا بدأنا فيه تتكلم عن اشتراطات تصنيف كلاس اف. فالكود بحكي لك لو تحقق واحد من الشروط التاليه اذا انت في سايت كلاس اف. طب اذا سايت كلاس اف معناته بدك تعمل سايت ريسبونس اناليسيس، الا لو تحقق بعض الاكسبشنز اللي انا ذاكرها. هون عندك اكسبشن، هون عندك اكسبشن، هون الكود اعفاك من السايت ريسبونس اناليسيس، وحكى لك انه ممكن تستخدم الاف اي والاف في، لكن عمل لهم سكيل اب، ممكن يكون زادهم عن اللي موجودين في جدول 11-4-1. اول حاله اذا كان في عندك انت السويل ممكن تسبب لك ليكويفيكيشن، تصنف التربه على انها سايت كلاس اف. لكن برجع بحكي تصنيف السويل على انه كلاس اف هذا لا يعني علاج الليكويفيكيشن سويل، لا، الليكويفيكيشن سويل انت بتعمل له اللي هو الهازارد ميتيجيشن ستاديينج. طيب الا لو في عندك اعطاك اكسبشن في شابتر 20 بيحكي لك حتى لو كان في عندك انت ليكوفبل سويل لكن تحقق عندك هذا الاكسبشن، بهاي الحاله ممكن تستخدم الاف اي والاف في اللي موجودين في التيبل 11-4-1 بدون عمل سايت ريسبونس اناليسيس، وهذا الاكسبشن بيتعلق بالشورت بيريود جراوند موشنز. بيحكي لك اذا كان عندك الفاندمنتال بيريود الاستراكشر اقل من نص انا عافيتك من هذا الشرط. طيب ليش استثنى المنشات؟ يعني هل انا عندي لو عندي منشات مبنيه على ليكوفيكيشن سويل او ليكوفابل سويل هل فعليا مش هتكون متضرره؟ الكومنتري كومنتري برضه 23.1 يعني اللي تابع شابتر 20 سكشن 3 بروفيجن رقم 1 بيحكي انه الشورت بيريود جراوند موشنز بقل الامبليتيود إلها بوجود الليكوفيكيشن، يعني الليكوفيكيشن تاثيره مزدوج، تاثيره على الشورت بيريود انه بيقلل الامبليتيود. في حاله انت عندك لونج بيريود، يعني اذا كان عندك ستراكشرز الفاندمنتال بيريود إلها اكبر من نص، بهذه الحاله الليكوفيكيشن بيزيد الامبليفيكيشن تبع الافكت، يعني بيعمل امبليفاي للافكت للزلزال على هذه المنشات. فهنا في استثناء مرتبط بالفاندمنتال بيريود للاستراكشر، ممكن ترجع له حسب الرقم اللي انا ذاكره. طيب بيحكي لك لو انت عندك هاي اورجانيك كلي بسماكه اكبر من 3 متر، طبعا لازم السمكات هذه تتحقق حتى انت تكون في سايت كلاس اف، او يكون في عندك انت فيري هاي بلاستيسيتي كلي لكن سماكتها اكبر من 7.6 متر، طبعا هذه تقريب من الفوت اللي تقربه، ومعطيك البلاستيسيتي اندكس لها. فهي كلها تفاصيل انت محتاجها من السويل ريبورت. طيب هون برضو اعطاك اكسبشن بحكي لك اوكي ماشي، لو انت افترضنا انه كان في عندك طبقه كلي اكبر من 7.6 متر وبلاستيسيتي اندكس اكبر من 75، بهاي الحاله انت سايت كلاس اف ومطلوب منك تعمل سايت ريسبونس اناليسيس. الا لو رجعت على تيبل 11-4-1 واخذت قيم الـ FA والـ FV لكن عمل لك عملهم سكيل اب، يعني ضربهم بفاكتور زياده، كانه اعطاك طريقه مبسطه لاخذ تاثير البلاستيسيتي كلي بشكل سريع بطريقه استاتيكيه. طب اذا كان في عندك برضه فيري ثيك سوفت، اذا كان في سوفت كلي، اذا كان في عندك انت طبقه تكلي عمقها اكبر من 37 متر، هذا شيء مش سهل يتحقق صراحه، والاندريد شير سترينث لها اقل من 50 كيلو باسكال، بهاي الحاله برضه تعتبر سايت كلاس اف الا لو تحقق الشرط اللي موجود او الاكسبشن اللي هو الاستثناء في 20.3.1. فعندك انت بروفيجنز لو تحقق واحد منهم انت في سايت كلاس اف ومطلوب منك تعمل سايت ريسبونس اناليسيس. طب لو في عندك الاكسبشن، هاي الاكسبشن فعليا لو ضاعها الكود حتى يريحك من موضوع السايت ريسبونس اناليسيس، فلازم تقرا انت البنود بدقه عاليه فيما يتعلق ب 23.1. فبالتالي احنا الكود في الاكسبشنز احنا بنسميها البيسز اوف اكسبشنز، يعني مبدا الكود في الاكسبشن كان اما خلاك تزيد الاف اي والاف في اللي احنا وجدناهم من الجداول، او حدد لك الماكسيموم فاندمنتال تايم بيريد، يعني اذا كان عندك المنشأ بفاندمنتال تايم بيريد اكبر من
قيمة معينة اللي هي نص سكند الاكسبشن ما بيتحقق، او الزمك انه السايزميك ديزاين كاتيجوري للمنشأة اللي عندك ما يتجاوز سايزميك ديزاين كاتيجوري بي اللي هو احنا مكتوبه هون ماكسيموم ثريشولد اس دي 1 واس دي اس. هذا الشيء طبعا انت ممكن لو رجعت طبعا لاحظ هون هذا عباره عن تجربه بسيطه للليكوفيكيشن. عندي انا سيديمنت رسوبات، في عندي برضه ووتر تيبل، بمجرد حصل شيكينج المي انها ارتفعت للاعلى والمنشا غاص للداخل، هذا احنا بنسميها ليكوفيكيشن. فبالتالي unless one of the preceding exceptions ما لم يتحقق واحد من الشروط السابقة لازم تعمل site response analysis، وموضوع هذا كبير محتاج ناس متخصصة في هذا الموضوع حسب متطلبات section أو chapter 21 section 21.1. فبالتالي أنت لو رجعت للكود مثلا بحكي لك أنت في site class هنا F معطيك لو أنت السؤال اللي عندك كان فيه liquefiable soil لكن اعطاك اكسبشن انه للمنشآت مثلا الفاندمنتال بيريد اقل او يساوي 0.5 السايت ريسبونس اناليسيس از نوت ريكوايرد. طبعا بتقرا الشرط كامل انت حتى تعرف هل حتاخذ القيم الاف سب اي والاف سب بي نفسها او حيعمل لهم سكيل اب. طيب لو انت بتتكلم عن سايت كلاس اي اللي هو ستيب رقم 2، لو افترضنا انه الان انا الموقع عندي ما طلع سايت كلاس اف، انا سايت كلاس اي، بهاي الحاله حسب متطلبات الكود لازم يتحققوا الشروط الخمسه هذول كلياتهم. اول شيء ما يطلع اف خلاص كنسلنا، لازم يكون سمك الطبقه اللي هي سوفت كلي لير اكبر من 3 متر، البلس البلاستيستي اندكس اكبر من 20، والووتر كونتنت معطيك، والاندريد شير سترينث معطيك يجب ان تقل عن 25 كيلو باسكال. هسه في حال سايت كلاس اي انت مسموح لك تعمل اس بي تيست، اس بي تي تيست، لكن الكومنتري في الكود وضح لك انه اذا انت بدك تكون اقل كونزرفاتيف ليس كونزرفاتيف يفضل انك تحدد خصائص السايت كلاس اي بناء على الشير ويفز ميجرز، ما تعتمد على الطرق الاخرى. ليش؟ لانه انت لما تروح على الاس بي تي تيست وتوجد هذه الباراميترز فعليا هو correlation، يعني هو عبارة عن معادلات مرتبطة بالشير ويفز ميجرز، فبرضو حتكون conservative داخل هذه المعادلات. فهذا برضو موجود في الكومنتري. هذا لو افترضنا انه الشروط الخمسة لسايت كلاس اي ما تحققت، بهاي الحالة بنتقل لستيب 3، وان شاء الله في المرة القادمة حنتعرف كيف ممكن ندرس الكرايتيريا لسايت كلاس سي دي وبرضو اي وبي. بالنسبة لي هون تم اضافتها لانه برضو داخل في الشير ويف وبرضو داخل في الاس بي تي وبرضو في الاندريد، فان شاء الله نتكلم عن هذا الموضوع لاحقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.